عليكم، مرحبا بكم دون اون نوفيل فيديو. قرصه ولا بغرير ولا غرايف 100% ناجحين، راكم تشوفوا فيهم كيفاش ما شاء الله مثقوبين. وراح نعطيكم لي زاستوس تاع طيابها كاملين وفاش تقدروا طيبوها الناس الغربه. السلام عليكم، مرحبا بكم اونكور اون فوا سور ما شان يوتيوب. ديجا جو تيان فو ريميرسي على لا فيديو اللي فاتت، الله يفرحكم كيما فرحتوني. فريمون التعاليق جاوني يعني فرحوني، اي سورتو فو رياليزاسيون سور انستغرام البنات يبعثوا لي. يعطيكم الصحه ويسامحكم في الجنه اللي راهم صايمين. ويلا نبداو اليوم افيك اون ريسيت جديده. اليوم راح نعطيكم لا ريسيت تاع القرصه كيما نديروها حنا في قسنطينه. قرصه اللي هي البغرير، كاين اللي يقولوا لها ثاني، كاين اللي يقولوا لها الغرايف، كاين اللي يقولوا لها لا كريبا ميلترو، كل واحد كيفاش يسميها. هي يعني بنينه كيما درتوها تجي بنينه. انا نعطيكم هنا لا ريسيت تاعي، سي اون ريسيت اللي بارطاجيتها مع البنات سور فيسبوك في لو جروب فيسبوك تاعي، عندي 3 سنين من ورا من لورا. C'est une recette que j'ai partagée مع البنات في فيسبوك، عندي 3 سنين وبارطاجيتها ثاني عندي عامين في انستغرام. مي كنت كاتبتها برك، قلت جا الوقت باش نديرها اون فيديو، وكل كوم اليوم راني صايمه وسخفت عليها قلت هذا هو الوقت اللي باش نديرها. هي سي اون ريسيت فريمون سهله و جلي با موديفي. هي شوفوا هو سي ان بغرير كيما يدير قرصه غابيد، مي بصح جلي با موديفي لا ريسيت، خليت لا ريسيت كيما راهي كيما نستعملوها في قسنطينه. بكري ما كناش نديروها بالغوبو وما كناش نديروها بالميكسور، دركا مع عصر السرعه هذا مع الناس خدامين مع الناس ما عندهمش الوقت ولينا نزربو نبه نبه. دونك هنايا لا ريسيت حنا نديروها غير بالسميد، ما نحطوش فيها الفارينه. وكاين عندي بغرير واحد اخر، البغرير اكسبريس من دون خمر، يعني ما تخليهاش تطلع، نشاركو معاكم اون اوتر فوا. بصح اليوم نعطيلكم لا ريسيت تاع الخميره تاع بلوتو القرصه اللي خليوها تخمر. لي ميزور تاعنا واش عندنا هنايا؟ عندنا 3 حبات تاع العظام، 3 حبات بيض، يعني هنايا المتوسط ماشي الخشين وماشي الرقيق، خلاص المتوسط. دو ميزور تاع الخشين تاع السميد المتوسط، و اون ميزور تاع السميد الرقيق خلاص يعني تاع العجين. وهنايا عندي مغرف تاع سكر، زوج مغارف تاع خميره تاع العجين، والخميره تاع العجين اللي نستعملها انا هي هذه. البنات اللي ساكنين في امريكا راني راح نبدا ان شاء الله نبدا ندير دي فيديو تاع القضيه اللي نقضيه برا والمحلات اللي نقضي منهم. جاوني بزاف دي ميساج على انستغرام، بزاف بنات وصلوا غير كيما الامريكان ما مش عارفين منين يبداو يشريو. دونك باذن الله جي ديسيدي راح نولي نبارطاجي معاكم كي نخرج نقضي سورتو حوايج تاع العوله، نديكم معايا ان شاء الله ونعطيكم واش نشري. دونك هاد الخميره تلقاوها في والمارت، تلقاوها في سامس كلوب، تقدروا تشيوها اون غرو. هذه رائعه، خليوها كيما راهي في الفريجيدير ما يصرالها والو. ولا كان عندكم لو ساشي ماشي تاع يعني البلاره هذه تاع السجاج، لو ساشي زيدوا حطوه في ان زيبلوك باك وخبيوه في الفريجيدير، ما تتحركش. دونك قلنا هنا عندي زوج ملاعق تاع الخميره، ملاعق تاع القهوه ماشي تاع الماكله، وملعقه تاع الملح، ووحده خميره نوره دائما حاضره معانا. فوالا، وعندي هنا شويه ما انا لي ميزور. دونك انتوما سا ديبون لا ميزور لي درتو بها. انا هادو هما درت عطيتكم مقادير مضبوطه هكا باش ينجح لكم 1000%. وبالنسبه للغوبو هذا اللي نستعمل فيه سي نينجا، عنده 8 سنين هو عندي، روعه 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 يا البنات، ما قالش اي راسي ما شاء الله من اللي بديت نستعمله. دونك هنا واش راح نحط؟ راح نحط سميد تاعي كامل، بسم الله هكا، نزيد الخميره تاع الخبز والسكر. الخميره تاع الخبز كتكون زوج ملاعق صغار ولا مغرف كبيره تاع ماكله، هنزيدهم هنا هكا. نحط 3 حبات تاع البيض اللي قلت لكم عليهم، بسم الله. زيد نحط
صافي تاع لا ليفو خميره نواره هكا ونزيد نبدا نعبر الماء تاعي بسم الله هكذا زوج ثلاثة نخلطوا شوية باش الماء هذاك يهبط هنا دوك نزيد شوية ملح البنات والولاد حبيت نقول لكم حاجة الملح حسب الذوق يعني ما عنديش عيني ميزاني هكا شوفوا هنا في تلت كيسان تاع الماء ديجا راهوك جاري شويه دركا البنات كل وحده وسميت تاعها كي عطيتكم انا قلت لكم عندي سبعة كيسان تاع الماء فهمتوا سا ديبون دركا اللي كان السميت تاعكم يشرب ولا ما يشربش انا راني نشوف بلي السميت تاعي هنا موش قاعد يشرب ليه علاش باسكو استعملت سميت جديد موالفا ندير لا مارك كليك هاد الخطره شريت سميت زياد شفت بلي ماهوش يشرب لي الماء فهمتوا دونك مانيش حنكمل السبعة كيسان تاع الماء دوك نعطيكم القوام اللي نسحقوا شوفوا هنا القوام شتو راهو جاري شو مازال نخبطو دوك نخبطو بالميكسر هكا باش تشوفوا قدامكم خير باش الناس اللي ما عندهاش الروبوت دير بالميكسر هاكم تشوفوا هنايا راح نزيد شويه تاع الماء فيه باسكو بدا يتقال لي شويه نزيد شويه باك تاع الماء كيف دير ثلاثة ونص تاع الماء ونشوف اسكو شرب لي ولا لا هنا نخلطو بالخلاط الكهربائي دونك فوالا سميت زياد هذا هنا كلالي ربعة غير ربع كيسان تاع الماء قد قد ها هو القوام اللي نحوس عليه ماشي جاري بزاف وماشي ثقيل بزاف باسكو هذا حنخليه يريح راح يزيد يختمر يعني يزيد يطلع اها هي بعد ما خبطتها بيان شوفوا شتو البابل كيفاه بدا وبدات ديجا تخمر باسكو ديجا الماء دافي وزيد الخميره وكل دونك التفاعل هذاك بدا انا دوك نخليها واحد 20 دقيقه هكا تريح ونعاود نرجع لها حبيت نعطيكم جوست القوام ها هي شتو ها هي تجيش جاريه بزاف ومش ثقيله بزاف ها هو الخليط نغطيه ونخليه في بلاصه سخونه يعني قريبه على الطاجين تاعنا اللي هو يسخن ولا ونخليها انا نخليها هنايا الو هنا نحب نهضر مع البنات اللي ساكنين في امريكا واللي عندهم الغاز كيما تاعي شوفوا تقدروا ديروا البغرير تقدروا ديروا الكسره تقدروا ديروا البراج تقدروا ديروا اي حاجه على مقله طفال يعني ماشي شرط يكون عندكم طاجين ولا تكون عندكم زعما طابونه ولا حاجه خلاف تقدروا تكفيوا الغرض غير بقولتكم بمقله المهم تكون ثقيله وما تلصقش هنا بالنسبه للطاجين ولا المري كيما هادو هذا جبته معايا من الجزائر وهذا سي ان طفال ثاني جبته صافي صافي ديزاني يعني ملي جبته ها هو نطيب فيه ثاني المحجوبه يعني كل السمنيات اي حاجه عندكم هذه ثاني طفال ها هي هذه ثاني هذه جابت هذه ثاني ماما من الجزائر ثقيله ثقيله تجرحت لي شويه ما نصحكمش تحطوا فوقهم سميو لي الماء تاع الحديد ديما استعملوا حاجه تاع الحطب ولا تاع السيليكون في لي بلاك طفال تاعكم وعندي هذه انا هذه هي المفضله تاعي عندها عوام وعوام وهي عندي راهي كاينه في الامازون البنات قلت لكم دوك نخلي لكم لوليا ادخلوا برك تلقاو كلش في الامازون مسجل قلت لكم هذه ما تخطينيش باش نقول لكم بلي هذه تمشي في الجزائر ماما دات وحده معاها منا وطيب فيها طخي بيان كلش شوفوا نقلي فيها البيض نقلي فيها اللحم ندير فيها البراج ندير فيها القرص البغرير ندير فيها سميولي نشوي فيها لا كلش تعرفوا كلش
وتعجبني علاش؟ شوفوا عندها حفره هنا، الحفره هذيك الزيت كل يكون فيها يهود منها، ومنها عندها قجر والله ما لقيتوش، ما باش وين دكيتو، عندها قجر لهنا كيسيح هذاك الزيت كل، تعاودي تجبديه تغسليه وترجعيه. بالنسبه للبنات اللي في لوروب ولا يحبوا يشريوها، واش ديروا؟ دير تركبوا لها برك انا باسكو لي بريز سي با لي ميم. شوفوا هنا سي لي بريز امريكان، ماشي كيما تاع الجزائر راكم تشوفوهم لي سون بلاطو صغار. دونك ماما انا شريت له جوست هذيك لا سميو لي لا بريز هذيك لادابتاتور وطيب فيه عادي. انا واش راح ندير اليوم؟ راح نطيب فيهم في ثلاثه، راهم في ثلاثه شاعرين، باش نعت لكم في كل حاجه كيفاش تخرج لكم يعني القرصه تاعكم، ماشي شرط تكون عندكم كيما قلت لكم مري ولا طابونه ولا اي حاجه. هنا ما بيزمان يخمر لي البغرير تاعي ولا القرصه، ندوز ندير العسل والزبده. ما تديليش وقت كبير باش يذوب، خاطر ما ديجا الزبده راهي طريه، خي كنت مخليتها على برا جوست ما يسخنوا برك ونحيهم باش هذيك الزبده تتجانس يعني مع العسل. ايوا يلا نبداو على بركه الله. هذه الحبه الاولى، بسم الله بسم الله يا ربي. هاي ما شاء الله، هاي قاعده تنقب، هاكم تشوفوا فيها، هاي هذه غير الحبه الاولى، هذه غير الاولى. النار لازم تكون متوسطه، كي تنشف خلاص من الفوق عاد تنحيوها. زين ندير لكم حبيبه في تاع الطيفال، بسم الله يا ربي. شوفوا ما شاء الله، شفتوا درك حتى ينشف تماما من الفوق ونحيه. ها هي درك نزيد حبه قدامكم، فوالا بسم الله. شوفوا ما شاء الله كيفاش راه ينقب، خاصني نقرب لكم. والوصفه هذه شفتوا فيها بلي كاين العظام، حنا قسنطينه نحطوا لها العظام، يقول قد ما تحطي لها العظام قد ما تجي خفيفه، فهمتوا؟ بكري الناس كانوا يديروها، ما كانش الروبو هذا وكل، كانوا الحرايه تاع الحرايه اللي يديروها كيما نقولوها، يهزوا السميد يعجنوا كيما الكسره، يطلقوه شويه من بعد يبداو يطلقوه بالماء بالعقل بالعقل وبلا خميره كيميائيه، غير العظام وشويه خميره تاع قلت لكم تاع العجين، ويبداو يطلقوا فيه وينحيوا له دوك الخيوط. هو من الاحسن لازم نتخيروا دقيق يكون من غير علك يعني باش ما يعذبناش، خاطر ما سينا تولي تنحيوا في هذوك الخيوط وتحلوا فيه وتخبطوا، واش نقول لكم فيه خدمه فريمون، فيه تعب تعب كبير. انا جو غارد دو تري تري بون سوفينير باسكو شفتهم يديروه قدامي، دونك على بيها نحب الطبخ، تعلمت وانا صغيره كنت نوقف عند راسهم ونشوف كيفاش يديروا. والقرصه ولا البغرير تجي روعه 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 فوق الطاجين تاع الفخار. بكري عندك مش كانوا يديروا له؟ كانوا يحكوا له الصابون، والله لشتهم بعيني صابون الطرف يحكوه له وعاد باش يبداو يطيبوا، ما على باليش هو السر هذاك، بصح ما تذوقوش وما تشموش هذيك الريحه تاع صابون الطرف، هذه مضمونه يعني. ها هي عن قرب، ها شفتوها قربت تنشف، سي بون.